أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت ورشا في مصنع يقوم بإصلاح طائرات الهليكوبتر بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات الروسية دمرت أيضا منشآت تخزين الوقود بمنطقة دنيبرو الأوكرانية التي تقوم بتزويد الجيش الأوكراني بمنطقة دونباس بالوقود. قال رئيس إدارة مقاطعة زابوريجيا يفغيني باليستيكي إن السلطات مستعدة لأي تطورات قد تقع بالمحطة النووية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ. وأشار رئيس إدارة المقاطعة إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو الماضي للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية، منوها بأن المدفعيات الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتي مارجانتس ونيكيوبول الواقعتين على الضفة اليمينية لنهر دنبر. ذكرت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي أنها سلمت أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوريجيا من 25 في أغسطس الجاري. قالت البعثة الروسية إنها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا عدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية للمحطة، مشيرة إلى أن مستوى الإشعاع بالمحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي. أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه لم يتضح بعد كيف ستحقق روسيا ما أعلنته من زيادة كبيرة في عدد جنودها بالجيش، لكن من غير المرجح أن تؤدي تلك التعزيزات إلى زيادة قوتها القتالية في أوكرانيا بشكل كبير. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2,040,000 من 1,900,000 مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عن الحرب إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين أو زيادة أعداد المجندين إلزامية. طالبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في أوكرانيا دينيس براون المجتمع الدولي بالحصول على ضمانات من روسيا للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإيصال مواد إغاثية عبر خطوط القتال بين الروس والأوكرانيين. وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تتفاوض باستمرار للتحرك عبر الخط الذي يفصل بين الأطراف المتصارعة بأوكرانيا لإرسال مواد الإغاثة، معربة عن أملها في أن توفر موسكو الضمانات الأمنية لذلك. حذرت المنسقة الأممية من خطورة الموقف مع اقتراب الشتاء في وقت يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص بأوكرانيا إلى مساعدات إنسانية. أعلن مركز التنسيق الخاص بالحبوب الأوكرانية أنه سمح لسبع سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا بإطار اتفاقية غذائية متعددة الأطراف. كانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقية في 22 يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة، وذلك لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ بما في ذلك أوديسا. أكد المنسق الأممي لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير عبد الله أن صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية التي يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تجاوزت 1,000,000 طن متري. وأشار المنسق الأممي إلى أنه بينما تغطي الاتفاقية العمليات التجارية لاستئناف الصادرات، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي أيضا من استئناف شراء القمح الأوكراني لعملياته الإنسانية. وأكد المنسق الأممي أن مبادرة حبوب البحر الأسود وفرت بعض المساحة بالصوامع الأوكرانية لاستيعاب الحصاد الجديد.